أهلا بكم سيداتي وسادتي، هذه حلقة جديدة من مراسلونا في الميدان، ومن خلالها نستعرض إياكم أبرز المستجدات على الصعيدين الميداني وذلك الصعيد المتعلق بالفعاليات المحلية. كل هذا بصحبة مراسلين من مختلف أماكن تواجدهم. نبدأ مباشرة وإياكم بالترحيب بمراسلين من غزة صفاء الهبيل، حياة حمدان من بيت لحم، كريسين ريناوي من القدس المحتلة، وإيهاب ضميري من طول كرم. البدء من العاصمة المحتلة. كريستين، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من مراسلون في الميدان. معاناة يتكبدها ويتعرض لها أيضا التجار في أسواق القدس المحتلة، هذا بالإضافة لمجمل الانتهاكات بحق القدس والمقدسيين، حيث تتواجدين، ضعينا في صورة الوضع. أهلا بك وبكافة المشاهدين. أتواجد في سوق القطنين في قلب القدس العتيقة لرصد ما يعنيه التجار هنا وما يعيشه التجار من تفاقم لأوضاعهم الاقتصادية جراء الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال وأيضا للمستوطنين. في اليومين الماضيين شهدت القدس العديد من الاقتحامات، يعني آلاف المستوطنين اقتحموا القدس، اجتاحوا القدس والمسجد الأقصى المبارك. في يوم الأحد أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى. من بعدها وعند خروجهم من الأقصى عقب اقتحامه كانوا يعيثون خرابا وفسادا في أسواق القدس. سوق القطنين هذا شهد اعتداء من قبل عصابات المستوطنين، اعتدوا على التجار، حطموا بسطات للتجار، ما يعني شكل يعني خرابا وأضرارا لدى هؤلاء التجار. نتحدث عن سوق فيه أكثر من 60 محلا تجاريا، سوق تاريخي، بعض المحلات أغلقت نتيجة تراكم وسوء الأوضاع الاقتصادية لدى التجار. وبالتالي في تقريرنا نرصد شكوى هؤلاء التجار من اعتداءات المستوطنين في هذا الباب، باب القطنين. يؤدي المستوطنون صلوات تلمودية عند مسيرتهم الاستفزازية التي تكون شهريا، وفي الأعياد والمناسبات السياسية أو الدينية للاحتلال يجبر التجار على إغلاق محالهم بشكل متواصل. كل هذه الاعتداءات خلقت أزمة لدى تجار سوق القطنين. السوق اسمه سوق القطنين تبعا لهذا الباب، لباب القطنين، وهو إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك المفتوحة. نتحدث عن الجهة الغربية من الحرم القدسي الشريف. كما تشاهدون يعني مستوطنون الآن يتواجدون في قلب سوق القطنين. لا يوجد أي اقتحامات في هذه الأوقات، باب المغاربة مغلق، ولكن المستوطنون يأتون إلى هنا. بطبيعة الحال قوات الاحتلال التي تتواجد عند الأبواب توفر لهم الحماية. كما تشاهدون مجموعة من المستوطنين الآن في سوق القطنين. بطبيعة الحال الآن هم يعني سوف يستمعون لشروحات المرشد الذي يتواجد معهم، ولكن عندما يكون هنالك مسيرة يقومون بتأدية صلوات، تأدية طقوس تلمودية، يستفزون التجار عادة ما تندلع اشتباكات. كريستين، لنوضح للسيدات والسادة طبيعة الاعتداءات التي تعرض لها أصحاب المحال في اليومين الماضيين، كيف كان شكل هذه الاعتداءات؟ عند خروجهم من المسجد الأقصى المبارك اعتدوا على فتاتين مسلمتين كانتا تتواجدان في باب القطنين. بطبيعة الحال نتيجة هذا الاعتداء صد التجار هذا الاعتداء، حاولوا حماية هاتين الفتاتين، ومن ثم اندلعت اشتباكات. كان هناك تخريب للمحال التجارية، تحطيم لبعض مرافق وزوايا المحلات. نتحدث عن مسيرات بشكل دائم سلام تنفذ هنا في سوق القطنين. كل رأس كل شهر عبري يكون هنالك مسيرة في باب القطنين، المسيرات الكبرى كما يسمى توحيد القدس أو في ذكرى خراب الهيكل أو كل هذه المناسبات المزعومة. باب القطنين هو وجهة للاعتداء من قبل المستوطنين. وبالتالي نرصد هذا الموضوع في تقريرنا. نعم. على صعيد العاصمة المحتلة ومجمل الأوضاع في العاصمة المحتلة سلام، اقتحامات المستوطنين
المستوطنين الاستفزازية تواصلت. نتحدث عن اقتحام أكثر من 60 مستوطنا ضمن الفترة الصباحية، هذا على صعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك. بطبيعة الحال في الخان الأحمر العديد من الفعاليات تم إدراجها للبرنامج يوم غد الأربعاء، هنالك قداس إلهي، هنالك زيارة لديوان الرقابة العام، زيارة لوفد من الأطباء، وفد من محافظة نابلس. غدا يوم حافل في الخان الأحمر، وذلك للتأكيد على أن المعركة هناك لم تنتهي. وهذه هي صورة الأوضاع إجمالا الآن في الأيام الماضية. الاقتحامات الأقصى عادت وارتفعت وتيرتها. كريستين رناوي مراسلتنا من القدس المحتلة، شكرا على كل هذه الإيضاحات والمعلومات من القدس المحتلة قبل غزة وطول كرم. نذهب إلى حياة حمدان من بيت لحم. حياة، أهلا بك معنا. أبرز ما تشهده بيت لحم إن كان على الصعيد الميداني أو على الصعيد الفعاليات المحلية، وبالتحديد تداعيات استشهاد الفتى في دهيشة وما تلاه أيضا من اقتحامات واعتقالات متواصلة في أرجاء المحافظة. إليك حياة. أهلا بكم. نبدأ أخبار محافظة بيت لحم لهذا اليوم، حيث اقتحمت فجر اليوم قوات الاحتلال المحافظة بشكل عام وتحديدا مدينة بيت لحم وقلبها، وكان هناك اعتقالات لأربعة مواطنين في أنحاء متفرقة من محافظة بيت لحم. أفاد لنا مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود إبراهيم جواريش 42 عاما ومحمد ناصر عواد 22 عاما، وذلك بعد مداهمة منازلهما في منطقة هندازة شرق بيت لحم. أما في وسط المدينة وتحديدا في شارع وادم عالي، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهند أسامة عياد الهريمي 20 عاما. أثناء الاعتقال حاولت والدة الشاب منع الاحتلال من اعتقاله، لكن قوات الاحتلال قابلتها بإطلاق طبعا الكلاب البوليسية باتجاهها. هذه الكلاب التي طرحت الوالدة أرضا وقامت بنهش يدها، وأيضا تعرضت لإصابة بأصابعها. أيضا هناك ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منطقة الخضر، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وقامت باعتقال أيضا شاب آخر وهو طارق صالح الجهالين 22 عاما من منطقة البالوع. وفي خبر آخر، قامت قوات الاحتلال بنصب كاميرات مراقبة على دوار الفردس في شرق محافظة بيت لحم. هذه هي مجمل الأخبار، وعودة لك زميلي. شكرا لك حياة حمدان مراسلتنا من بيت لحم. من بيت لحم نذهب جنوبا وبالتحديد إلى غزة مع صفاء الهبيل. صفاء، أهلا بك معنا. تطورات متسارعة يشهدها القطاع إن كان بالاعتصام أمام الأنروة، القرار من وزير جيش الاحتلال بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، أزمة الكهرباء، طائرة دون طيار تقصف مجموعة من المواطنين أو تستهدف مجموعة من المواطنين. ضعينا في تفاصيل هذه التطورات. إليك صفاء. نعم سلام، مرحبا بك وبكل المشاهدين وبالزملاء. أبدأ من حيث انتهيت، حيث الاستهداف الذي طال مجموعة من المواطنين من قبل طائرة استطلاع كانت تتواجد شرق محافظة وبلدة جباليا في محافظة الشمال، وأيضا كان هناك استهداف آخر لمجموعة من المواطنين في المحافظة الوسطى دون التبليغ عن وجود إصابات. أيضا في موضوع آخر، تفاقمت أزمة الكهرباء هنا في قطاع غزة حتى وصل معدل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة، ما يعني استفز المواطنين بشكل كبير جدا وأثار حالة من الغضب والسخط الشديد، حيث أن انقطاع التيار الكهربائي يأتي بهذا الشكل الذي كما ذكرنا تجاوز 20 ساعة، يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة، وكما حذرت دائرة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة من الثلاثاء وحتى الخميس سوف تتجاوز 30 درجة، ما يعني هناك ارتفاع في معدل ومستوى الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة. أما فيما يتعلق بمعبر كرم أبو سالم، الإعلام العبري أكد قبل قليل بأنه بناء على أوامر من قبل ما يسمى بوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري والذي أغلق منذ أسابيع وأغلقته سلطات الاحتلال منذ أسابيع. والتأكيدات والترجيحات بأن المعبر فقط سوف يقوم بإدخال المحروقات فقط بجانب الأدوية حسب الحاجة كما ذكرت وسائل الإعلام العبرية. فيما يتعلق سلام في الملف الشائك حاليا وهو ملف موظفي الأونروا، اليوم فجرا استطاع ماتياس شمالي بالخروج ومغادرة
الوكالة مقر الوكالة بعد احتجازه أو بعدما بقي فيه لساعات طويلة فجرا تحديدا، بقي في مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. هناك معلومات بأن ماتياس شمالي يجتمع في هذه اللحظات مع مدراء المكاتب، ولكن للاستفسار أكثر وللتأكيد هذه المعلومات مع الدكتورة أمال البطش نائب رئيس اتحاد موظفي وكالة الغوث. دكتورة أمال، يعني إلى أين وصلتم الآن في الخطوات الاحتجاجية التي نفذها اتحاد الموظفين فيما يتعلق بتقليصات الأونروا والتنديد بحرمان موظفي العقود من الحصول على وظائف ثابتة أو طبعا تسريحهم؟ بعد الأزمة المالية وقرار الأونروا بالاستغناء عن حوالي 130 موظف وإغلاق برنامج الطوارئ الذي يضم أكثر من 956 موظف واتخاذ قرارات الأونروا التي نعتبرها مجزرة بحق الموظفين العاملين في هذا البرنامج، قام اتحاد الموظفين اليوم بعقد مؤتمر صحفي مع كل فئات الشعب واللجان الشعبية واللجان أولياء الأمور من أجل إيصال رسالة قوية لإدارة الأونروا أننا لن نسمح لهذه المؤامرة أن تمر، لن نسمح لقرار توقيف الموظفين والاستغناء عنهم بأن يمر، لأنه لا يجوز حل الأزمة المالية والعجز المالي الذي تعاني منه الأونروا على حساب الموظفين بطردهم والاستغناء عن خدماتهم، وخاصة أن هذه القرارات كما ستؤثر على الموظف وتدمره وتدمر عائلته اقتصاديا واجتماعيا، أيضا سيكون لها انعكاسات سلبية على الخدمات ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. لهذا نحن فعالياتنا مستمرة، قرارنا بالاستمرار، الموظفين العاملين على برنامج الطوارئ ما زالوا يعتصمون منذ الأمس في مقر الوكالة بغزة وهم مصرون على عدم الخروج منها لحين التراجع عن هذا القرار. نحن أبلغنا إدارة الأونروا أن هذا القرار هو قرار ظالم، هو زيادة لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، زيادة لمعاناة أهالي غزة بعد كل المعاناة التي يتعرضون لها من حصار ومن وضع اقتصادي سيء ومن بطالة. لهذا طالبنا إدارة الأونروا بالتجاوب إيجابيا مع المقترحات التي قدمها اتحاد الموظفين والتي ستساعد في حل أزمة هؤلاء الموظفين، وكذلك طالبنا إدارة الأونروا بالتراجع عن هذا القرار الجائر. دكتور أمل، كم عدد موظفي العقود المنوي تسريحهم أو الذين طبعا سوف تطالهم هذه العقوبات أو هذه الأضرار، وهل هناك يعني نتائج ملموسة إيجابية؟ العاملين على برنامج الطوارئ هم حوالي 956 موظف، حوالي 400 منهم أو أكثر يعملون في برنامج الدعم النفسي، جزء منهم يعمل في برنامج الإغاثة وتقديم الخدمات والمساعدات الغذائية، وآخرين يعملون في دوائر أخرى. القرار طال هؤلاء 956 جميعا، حيث سيتم الاستغناء عن 13% منهم في نهاية أغسطس، سيتم تحويل عقود 57% منهم حوالي 570 موظف إلى العقود الجزئية حتى نهاية العام، سيتم تدوير البقية في باقي الدوائر، ولكن لا يوجد أي ضمانات لاستمرار هؤلاء الموظفين بعد انتهاء عقودهم في نهاية العام. لهذا نحن نقول أن الأمن الوظيفي للبقية الباقية من برنامج الطوارئ هو مهدد ولا ضمانات على الاستمرار. نعم، كان هنا معلومات بأن ماتياس شمالي يجتمع الآن برؤساء المكاتب، هل فعلا اجتمع بهم؟ بماذا تمخضت هذه الاجتماعات؟ هذه اجتماعات مخططة مسبقا، كانت للاجتماع بلجان اللاجئين واللجان الأخرى، اللجان الشعبية وجميع المعنيين بقضية الأونروا، ولكن هذه الاجتماعات لم تتم لأن اللجان جميعا رفضت إجراء هذه الاجتماعات والدخول إليها احتجاجا على قرار الأونروا بفصل الموظفين لحين تراجع الأونروا عن هذا القرار الجائر، وهذا نعتبره موقف متقدم، موقف مساند للمعتصمين الذين ما زالوا متواجدين في مكتب غزة الإقليمي. التهديد بالأمن الوظيفي قد يطال أيضا اتحاد الموظفين وقد يطال كل الموظفين الذين يعملون تحت مظلة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وهذه التقليصات يعني المستمرة من قبل الوكالة سواء في ما يتعلق بالكوبونات الغذائية وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للاجئين، وهو الأمر التي تلزم به وملزم بها قانونا كل المؤسسات الدولية خاصة الأونروا، لكن ما هي الخطوات الاحتجاجية الأخرى؟ هل هناك نية لاستمرارها؟ هل الاعتصام كاف أمام مقر الوكالة؟
حتى الآن هذه الإجراءات لم تستجب لها إدارة الأونروا، ولم تستجب لمقترحات الاتحاد، لم تستجب للاعتصام، والدليل على ذلك أنه بالأمس تم إصدار بيان على لسان الناطق الإعلامي للأونروا سامي مشعشع بأن الإجراءات مستمرة والقرارات لا تراجع عنها، وهذا نعتبره تعنت من إدارة الأونروا. أما عن الأمن الوظيفي ل 30 ألف موظف من بينهم 13 ألف موظف يعملون في قطاع غزة، لا يوجد أي أمن وظيفي لأي موظف من هؤلاء. نحن نخشى أن يكون هؤلاء الألف هم البداية وسيتبعهم ألف وألف وألف، هذا سينطبق وسيؤثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. لا نعرف ما هو مصير العام الدراسي، هل سيفتتح أم يؤجل، لا نعرف ما هو مصير المدرسين الذين لم يتم تثبيتهم حتى الآن منذ السنة، تعبئة الشواغر، هناك الكثير من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها إدارة الأونروا ولكنها لم تساهم في حل الأزمة. شكرا لك يا دكتورة أمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، كما ذكرت سلام. إذن المصير لهؤلاء الموظفين، موظفي العقود، الموظفين الأساسيين أيضا لا زال مجهول، ولكن كل الخطوات الاحتجاجية مستمرة، وهناك يعني تأكيد بأن هذا التصعيد سوف يكون أكبر في الأيام القادمة فيما يتعلق بهذه الاحتجاجات حتى نيل مطالب الموظفين. شكرا جزيلا لصفاء الهبيل، والشكر موصول لضيفتك، كنت معنا مراسلتنا من غزة. فقط نؤكد بأن فتح معبر كرم أبو سالم هو بشكل جزئي اليوم فقط، ليس بإعادة المعبر إلى وضعه الطبيعي. شكرا لك صفاء. من غزة نذهب شمالا إلى طول كرم مع إيهاب الضميري، أهلا بك مراسلنا في طول كرم. طول كرم اليوم تعج بفعاليات محلية، كان دعم الأسرى وغيرها من الملفات المحلية، إليك إيهاب. نعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بالفعل طول كرم تعج بالفعاليات المحلية هذا اليوم، بدءا من الاعتصام المساند لقضية الأسرى، حيث تجمع المواطنون وذوي الأسرى وممثلو فصائل العمل الوطني والمؤسسات أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأعربوا عن مساندتهم ومؤازرتهم لقضية الأسرى، وطالبوا بتدخل المجتمع الدولي من أجل الإفراج عن كافة الأسرى وفي مقدمتهم النساء والأطفال والمرضى. أيضا شهد هذا الاعتصام المساند للأسرى تواجد للطلبة وللأطفال في المخيمات الصيفية كجزء من حراك مستمر في محافظة طول كرم لدعم الأسرى، حيث أكدوا على دور القيادة لتطلع به من أجل تدويل هذه القضية ووقف كافة ممارسات سلطات الاحتلال القمعية ضد الأسرى، وأعربوا عن أملهم الكبير بالإفراج عن كافة الأسرى من السجون، سجون الاحتلال. هذا من جهة، من جهة أخرى هنا تحديدا في هذه المدارس، مدارس الإسراء النموذجية، تم قبل قليل الانتهاء من فعاليات اختتام المخيمات الصيفية للعام 2018، حيث عقد ذلك بحفل حضره ممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية وفصائل العمل الوطني، وفي مقدمتهم محافظ طول كرم عصام أبو بكر. سنتحدث أكثر حول هذه المخيمات وحول الأنشطة التي تم استخدامها خلال هذه المخيمات مع الأخ نضال الحكيم، وهو مدير الدائرة الشبابية في المجلس الأعلى للشباب والرياضة في منطقة شمال الضفة. مرحبا بك معنا في برنامج مراسل في الميدان. أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. نحن نعلم حجم الضغوطات والعمل الكبير الذي قمتم به خلال الفترة الماضية، لكن ما ميز مخيمات الصيفية في محافظة طول كرم هذا العام؟ هذا العام هو تضاعف عدد المخيمات الصيفية في محافظة طول كرم تحديدا. العام الماضي كان في عندنا 14 مخيم صيفي استهدفت فئة الطلاع الذين تبلغ أعمارهم من 13 13 إلى 17 عام، السنة كان العدد عندنا 27، أي بمعنى زاد العدد بالضعف عدد بنسبة 100%، وهذا يعني أن المؤسسات الشبابية التي تعمل مع الشباب سواء بشكل قطاعي أو بشكل جزئي مع الشباب أدركت أهمية المخيمات الصيفية، وإيمانا والمجلس الأعلى للشباب يدرك أيضا أهمية المخيمات الصيفية لما تعود بفائدة عظيمة على طلائعنا وعلى مشاركينا.
أهم المعطيات التي خرجتم بها من المخيمات الصيفية في هذا الحفل الختامي، وتحديدا ما طبيعة ما تم تدريب الطلبة عليه تلقينهم إياه؟ يعني نحن نعلم الدور الوطني أيضا لهذه المخيمات. حقيقة شعار المخيمات الصيفية لهذا العام هو القدس عاصمة فلسطين الأبدية. على هذا الأساس صممت هناك زوايا المخيمات الصيفية، زوايا المخيمات الصيفية التي هي عبارة عن الفن والأشغال اليدوية، التثقيف الوطني، التثقيف البيئي والصحي، زاوية الرياضة وزاوية الدراما والمسرح. هذه الزوايا صممت من أجل ترسيخ هذا المفهوم، مفهوم القدس عاصمة فلسطين الأبدية، من خلال التثقيف الوطني وزيادة الوعي الوطني عند المشاركين الطلائع، تعميق أواصر العلاقة ما بين الطلائع أنفسهم وبناء جسور من المحبة، جسور من التعاون ما بين المشاركين، مما يساهم في وحدة العمل والتعاون الغير مسبوق، وبالتالي يؤدي إلى يساهم حقيقة إلى ما نطلع عليه، ألا وهو التنمية والتنمية المستدامة. تمام، شكرا لك الأستاذ نضال الحكيم مدير الدائرة الشبابية في المجلس الأعلى للشباب والرياضة في شمال الضفة تحديدا. نحن بالفعل نتحدث عن انتهاء المخيمات الصيفية وهذه الفعاليات. قبل الختام أود أن أشير إلى قضيتين مهمتين. الأولى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين من محافظة طول كرم وفتشت أحد منازل المواطنين. القضية الأخيرة، خلال الساعات القادمة ستوقع جامعة خضوري وجامعة النجاح الوطنية اتفاقية شراكة وتعاون في مجال الدكتوراه تحديدا بالمجال الزراعي والحديقة الإلكترونية. إليك. شكرا لك إيهاب ضميري مراسلنا من طول كرم على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم من طول كرم. نذهب إلى الخليل مع وعود مسامي. وعود، مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من مراسلونا في الميدان. إن كان في ما يخص الشأن المحلي المتعلق بكلية الطب الحكومية أو التطورات الميدانية في الخليل، ما هي آخر التطورات؟ نعم، مساء الخير لك السلام وللمشاهدين الأفاضل. في محافظة الخليل أبدأ حيث التقرير الذي أعددته قبل قليل، وهو بدء العمل في جامعة الطب الحكومية، وهي أول جامعة حكومية تختص في الطب تم افتتاحها في محافظة الخليل. هذا المشروع الذي ينظر إليه الطلبة بالكثير من الآمال والكثير من الإيجابية، كونها وكما يشاع بأن أقساطها منخفضة إلى حد ما بالنسبة للجامعات الأخرى، بالتالي ينظر الطلبة إليها بإيجابية كبيرة. أيضا افتتاح هذه الكلية في محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية التي تعد من أكبر المحافظات في الضفة الغربية، أيضا له وقع كبير لدى المواطنين. أيضا الكلية تفتح أبوابها أمام كافة الطلبة من مختلف المحافظات. اليوم بدأ الطلبة بالتهافت، أو منذ يوم أمس بدأ الطلبة بالتهافت للتسجيل في كلية الطب الحكومية التي من المتوقع أن يكون مقرها في العروب شمال محافظة الخليل. كافة هذه التفاصيل ستشاهدونها في التقرير الذي أعددته اليوم. ميدانيا فيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال، اعتقلت قوات الاحتلال كاتبة ومدير تربية سابق لدى مدينة الخليل، وهي الكاتبة لما ياسر خاطر، وأيضا نزار شحادة مدير التربية الأسبق لدى مدينة الخليل. تم اعتقالهما بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزليهما وفتشتهما. أيضا نصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية على مداخل مدينة الخليل، مداخلها الشمالية والجنوبية، أيضا على مداخل يطا وحلحول وسعير، وقامت بتفتيش المركبات المارة وتدقيق بهويات المواطنين. هذا الإجراء الذي بات شبه يومي في محافظة الخليل. هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة. سلام، شكرا لك وعود مسامي مراسلتنا من الخليل على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. سيداتي وسادتي، بهذا نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام ما لدينا من معلومات وموضوعات في مراسلنا في الميدان. دوما أطيب المنى وإلى اللقاء.